هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق البارئ المصور، هذه ثلاثة أسماء متتالية من أسماء الله الحسنى وردت في كتاب الله العزيز. الخالق من الخلق، والمراد بذلك التقدير، أي إذا أراد الله عز وجل خلق شيء قدره وقرره. البارئ هو الموجد للخلق والمبدع في تمييز بعضهم عن البعض سبحانه وتعالى. المصور هو الذي أعطى كل مخلوق صورته الخاصة. هو الله الخالق البارئ المصور. أسماء الله عز وجل الخالق والبارئ والمصور تعرف العبد على خالقه وموجده ومصوره. فالإنسان مخلوق، والمخلوق لا بد له من خالق. فبعدما أن كان العبد عدماً أوجده الله عز وجل وصوره وخلقه في أحسن تقويم. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.